السيشن هتمشي كالاتي، ان هيبقى في لعبه بتتعمل، هتبقى لعبه طيارات سبيس شوتر، هتبقى حاجه يعني بسيطه. احنا كل اللي محتاجين في اليونيتي ان يبقى عندك مودلز، هو الديزاينر هيسلمها لك. ده انا هتكلم من ناحيه الديفلوبينج. اليونيتي هو انجن، يعني جيم انجن. يعني ايه جيم انجن؟ يعني عندك مجموعه من اللايبرز جاهزه، بتعرف تهندل فيزيكس، بتعرف تهندل جرافيكس، بتعرف تتعامل مع المودلز. يعني عامه بالكلمه كده هتهندل جرافيكس. الفيزيكس انجن الموجود في اليونيتي البيلت ان هو بيبقى اللي عاملاه شركه انفيديا، فهو طول قويه جدا. ازاي هتعامل مع اليونيتي؟ في الاول احنا لما بفتح اليونيتي وعايز اكريت نيو بروجكت، هختار من فايل نيو بروجكت، هختار اسم مناسب للبروجكت بتاعنا، سميه مثلا يونيتي سيشن. حاليا في شويه حاجات كده قدامي كده اختار منها. الحاجات دي هي تبقى عباره عن اسيتس هو حاططها اليونيتي منه فيه، ممكن تساعدني في ان انا اكريت البروجكت بتاعي باكثر سهوله. يعني في اسيتس بتبقى بفلوس موجوده على الستور، وفي اسيتس بتبقى موجوده فور فري، اصلا هي بيلت ان في اليونيتي. احنا للبروجكت بتاعنا ده يعني غالبا مش هنحتاج حاجه من بره، او يعني حاجه نضيفها يعني من الاسيتس دي كلها، فهنختار كريت. وعامه في اي وقت انا ممكن اقدر اضيف الحاجات دي بعد ما كريت البروجكت واكتشف ان انا كنت محتاج اضيف حاجه بعد كده، اقدر في اي وقت اني اعملها. نصيحه، اللي عايز يشتغل بنيوتي يجيب ماوس. صعب قوي، انا بقول لكم صعب قوي. فيعني يا ريت يعني اللي هيشتغل بنيوتي يجيب ماوس معاه. اخترنا باكريت، ودي شغاله يا ريت. طيب انا بالنسبه لي احنا محتاجين عشان نكريت اي لعبه محتاجين مودلز، فانا هنعتبر ان المودلز خلصانه. تمام، هنعتبر ان المودلز موجود، يعني المودلز دلوقتي خلصانه، هي موجوده عندي في فولدر خارجي اسمه اسيتس. لما الاقي الاول علمين ايوه سوري. طريقة ان انت تضيف مودلز لليونيتي سهلة جدا. تمسك الفولدر بتاعه ده، تيجي عند اليونيتي كده وترمي جوه، بس كده انت ضفت المودل. مش محتاج بقى تكتب كود ولا تعمل اي حاجة سبيشال. يعني انا عندي هنا في اليونيتي في مجموعة من الويندوز قدامي، في حاجة اسمها الهيراركي ويندو، حاجة اسمها السين ويندو، حاجة اسمها الانسبكتور، وده البروجكت ويندو. هتكلم عن كل حاجه لما نحتاجها، عشان لو قعدت اتكلم دلوقتي كله كده هتنسوا كل حاجه. دلوقتي انا عندي ده ده اسمه البروجكت ويندو. البروجكت ويندو دي بلاقي فيها الفايلات واي حاجه انا حاططها في البروجكت بتاعي، تبقى كلها تحت حاجه اسمها اسيتس. انا حطيت الفولدر بتاعي ده جوه اللي هو اسمه اسيت عشان ما نلخبطوش، نسميه ايه، تعالوا نعمله رينيم بكل بساطه، يعني رايت كليك رينيم طبيعي، يعني زي سوري سامي ريسورس. لو حد شايف ان الفولدر كبير عليه او يعني منظره، في عندك سلايدر تحت هنا تعرف تصغر. انا شخصيا بحب اللي هو نظام الليست ده بالنسبه لي يعني سبيشال بريفرنس. لو فتحت الفولدر ده هلاقي ايه؟ في شويه حاجات، في دي صور تكتشرز، يعني في اف بي اكس مودلز. هو اليونيتي بيقبل كذا نوع من المودل، بس هو يعني غالبا اكتر حاجه بتريحه هي الاف بي اكس. ده كلام للديزاينرز، يعني عشان لما تقولوا ديزاينر عايزين الحاجه اف بي اكس. اوكي نعم، صور لاف بي اكس. لا، الاف بي اكس ده 3 دي مودل، مش صوره.
صورة حاجة تانية، صورة تكستشر. طيب احنا قلنا اللعبة بتاعتنا هتبقى لعبة طيارات. انا عندي هنا في صورة طيارة، بس الحقيقة الصورة دي مش هي الموديل. الموديل هو اللي تحتيها كده شكله عامل بالشكل ده. واضح الصورة ولا مش واضح؟ اوكي، الصورة دي معناها ان ده FVX موديل. عشان اطلع الموديل ده هحطه كده في السين، يا اما هرميه هنا او ادراك وادروبه مثلا في النص هنا. طيب دلوقتي انا مش شايفه ده لان انا بعيد عنه. علشان اشوف الموديل ده بوضوح في عندي حاجه هنا اسمها ايه، الهيراركي ويندو. لو دوست على اي حاجه فيها دبل كليك هروح لحد عندها. انا هلاقي الموديل بتاعي هو في حاجه في اليونتي لازم تعرفها، ان هو دايما اس ديفولت، ان هو لما بتيجي تحط جواه امبورت جواه اي موديل بيضيف يعني بيحط الموديل اصغر من حجمه 100 مره. يعني هتلاقوا هنا لما تدوس على الموديل ده هيظهر لكم حاجه هنا، شويه اوبشنز كده موجوده للموديل. دي اسمها الانسبكتور ويندو. الانسبكتور ويندو دي لما امسك اي حاجه، يعني مثلا مسكت كومبوننت، مسكت مثلا اوبجكت هنا، هيظهر لي معلومات عنه. وكذلك لما حاجه موجوده في الفايلات عندي هنا لما اجي ادوس عليها هتظهر لي على الجنب هنا المعلومات عنها. ده الانسبكتور. يعني دايما اكتر حاجه بنتعامل معاها في اليونتي الانسبكتور والهيراركي والبروجكت ويندو ودول. يعني هو دايما هو اليونتي اصلا شغال بالحاجات اللي اكتر حاجه تستخدموها. في شويه ويندوز تانيين بس هي مش موجوده دلوقتي قدامنا. نيجي تاني، نرجع تاني للموديل بتاعنا اللي هو السبيس، اللي هو السيمبل شيب. هي حجمها صغير جدا، يعني انا لو جيت ابص لها من نواحي مختلفه هي دي المفروض شكلها، بس هي حجمها صغير. فانا عايز اخلي الموديل اكبر من كده، فحاجي يعني في الموديل نفسه عايز اخلي قيمته ايه، واحد. عملت واحد من هنا، ما انساش اعمل ابلاي. لو تهت ومش لاقي حاجه، يعني مثلا هنا دلوقتي هنا مش لاقي الاشكال المودلز بتاعتي قدامي، هدوس على دبل كليك على اسمها من الهيراركي ويندو، هروح لحد عندها. طيب علشان نعرف نتعامل مع اليونتي، اكتر حاجه دايما بتغلب الناس في اليونتي انه ازاي اتجول جواه، ازاي يمشي جواه. انا عندي هنا في اربعه بوتنز. البوتن ده اللي هو الايد. الايد ده انا بتحرك، الموديل ثابته في مكانها، بس انا الديفلوبر انا اللي بتحرك جوه. تمام. البوتن اللي بعده ده علشان احرك الاوبجكت اللي انا مسلكته حاليا. انا حاليا مسلكت مين؟ الشيب. عرفت ازاي؟ هلاقي اسمها معمول عليه سلكشن. لو جيت مسكت الشيب دي هلاقي في تلات اسهم طالعين منها. معلش مش سامع سؤال. ازاي اجيب الاكسس ده اللي هو هكون اول حاجه مسلكت البوتن ده، شايفه على الشاشه انا مسكون مسلكت البوتن ده ومسلكت الاوبجكت نفسه، هو الاكسس بتاعته هتظهر. يعني انا دلوقتي انا عندي هنا دي البوصله بتاعتي، دي موراني فين الواي وفين الاكس. الزد هتلاقوه جوه دايما، يعني دي حاجه وانتوا شغالين دايما في اي انجن. الاكس والواي، لو انت الاكس كده والواي كده يبقى انت اوتوماتيك عارف ان الزد داخل لجوه. بالنسبه لكم كده ادي اكس وادي واي والزد جوه اهي. فدلوقتي انا عايز مثلا استخدم، يعني عايز احرك الاوبجكت ده. احنا قلنا الايد، ثانيه واحده انا هحاول اعلمكم ازاي تعمل الحاجات دي كلها. الايد بتحركني انا، اللي وراها ده اللي جنبها ده على طول ده بيحرك الاوبجكت نفسه. لو الاوبجكت بتاعي عايز اعمل له روتيشن، يعني هلففه حوالين نفسه، هستخدم الزر التالت كده، يا اما بلفه من هنا الف ده كده. هو الموضوع يعني اللي اتعامل قبل كده مع 3D Studio Max او حاجه برامج الجرافيكس هيلاقي الموضوع شبيه بيه شويه.
والاوبجكت لو عايز اعمله سكيلينج عن طريق الزرار الرابع كده، انا عرضته في ناحية الاكس بتاعه، كان اطوله كده، كان مش عارف اعمل فيه ايه، بوظته خالص. تاني المراجعة، تاني الايد بتمشيني انا كده، البوزيشنينج ده بحرك الاوبجكت نفسه، ده روتيشن، وده علشان السكيلينج. ولو عايز اسكيله كله على بعضه مرة واحدة بمسكه من المربع اللي في النص ده، اهو كده بيكبر كده بيصغر. تمام. تاني ممكن من السبيكتروم، ما دي لسه كنت هوصل لها يعني، متقلقش. لو الكلام ده عايز اشوف ارقام واضحة قدامي، هلاقي في حاجة هنا اسمها ايه، ترانسفورم في الانسبكتور، زي ما الباشمهندس كان بيقول، ده مكانه فين في الاكس والواي والزد، وده الروتيشن بتاعه على الاكس ازاي وعلى الواي ازاي وعلى الزد ازاي، وده السكيلينج بتاعه بالنسبة لحجمه الحقيقي. الرقم ده مش معناه ان كده ان حجمه 3.9، لا، الموديل لو حجمه 10 متر مثلا، لو طوله مثلا في ال... لو طوله في الواي 10 متر والسكيل بتاعي هنا واحد، معناه ان هو ايه ده، واحد مضروبة في العشرة متر، لو سكيلته الاتنين بقى 20 متر، يعني ده سكيل مش حجمه الحقيقي، عشان محدش يتلخبط في النقطة دي. يعني مضروب في حجمه الحقيقي. انا هرجع الموديل بتاعي زي ما كان عشان لخبطته خالص، في حاجة هنا هخليها كلها واحد عشان يفضل زي ما هو، وعايزه ما يبقاش روتيتد اصلا، هرجعه كده. طيب انا شفت ازاي بخلي الموديل ان انا اروتيته. طب انا عايز انا شخصيا اروتيت نفسي، في انا لو دوست رايت كليك هلاقي ايه، الماوس اتحول لعين، شايفين اللي بيحصل، لعين، انا عمال بلف، يعني انا واقف في مكاني كده وبلف. تمام كده. في حد عنده مشكله في ال، يعني هو متوقع ان يبقى في لخبطه في الاول. في حاجه تانية برضو يعني عشان اختصارا للوقت، لو عندكم ماوس ويل ممكن ادوس عليها، هي شخصيا يعني على ايه اتحولت للايد، بحيث ان اقدر اتحرك، انا شخصيا بتحرك كده مش كل شويه اقعد ابدل على الزراير يعني، مثلا بعمل كده مش عارف ايه، عايز الف. طيب في طريقه تانية برضو سهله قوي للتعامل مع الاوبجكتس عامه اللي عايز اشوفها، مش انا دوست دبل كليك على الشيب دي، في عندي الكومبس هنا، لو دوست على الاكس ده اللي هيحصل كان انا هتنقل عند الاكس وابص له من الناحيه دي، او لو عملت كده اهو اتنقلت انا عند الاكس، الاكس بقى طالع لي انا ببص له من الناحيه دي، لو عايز ابص له من فوق ادوس على ايه، حد يعرف، على الواي، على نفسي انا اتنقلت من عند الواي كده وبقيت باصص للاوبجكت من فوق، او لو عايز اشوفه بطرق مختلفه بقى ايه، هقعد اعمل بقى كده بزوايا مختلفه، انزل شويه بالايد بالرايت كليك ببص اهو بالعين، بالميدل كليك بتحرك كده، انا بعرف اتعامل مع الاوبجكت بتاعتي واحركها بطرق مختلفه. في حاجه تانية برضو عشان تبقوا عارفينها، في عندي هنا في زرارين دول، واحد اسمه جلوبال واحد اسمه يعني سنتر. سنتر ده يعني ده حاجه اسمها البيفوت، ده هكلمكم فيها بعدين، انا عايز اتكلم في الجلوبال ده. جلوبال ده يعني ايه، ده اللي هو شايفين الاكسس عامله ازاي، الاكس اللي هنا والواي اللي هنا، الكومباس عندي الاكس برضو هنا والواي هنا، لو حصل ان انا جيت اروتيت الاوبجكت خليته مثلا ايه ب90 على الواي، انا حرتته من هنا على طول بقى 90 على الواي، المفروض الاكسس بتاعته الاكس بتاعه يبقى فين دلوقتي، جاي في وشي، بس هفوجئ بان الاكسس بتاعته ايه، زي الاكسس بتاع الورلد، في حاجه اسمها الاكسس للورلد، في حاجه اسمها الـ يعني الاكسس لللوكال. فانا دلوقتي عندي هنا ده مسيت على الجلوبال، جلوبال يعني ايه، يعني انا لما امسك اي اوبجكت وريني هو الاكسس بتاعت الورلد فين، مش الاكسس بتاعته هو شخصيا، لو عايز اشوفها شخصيا هدوس على ده هخليها جلوكال. شايفين اللي حصل، الاكس بتاعه ثانية واحدة، الاكس بتاعه بقى في اتجاه السالب زد، لان هو لافف على نفسه. حد فاهم يعني، حد عنده مشكلة في اللي بقوله ولا؟ طيب تاني
اوكي. انا عندي دايما يعني عارف انت زي البوصله، انت يمينك فين؟ يمينك طبيعته كده صح؟ لو انا مثلا قلنا ايه ده الشمال صح، يبقى الشرق المفروض فين؟ مع ايدك اليمين صح. طب انا لفيت كده ايدي اليمين فين؟ هي هنا. طب هل ده الشرق؟ لا مش ده الشرق. ليه؟ لان في دي البوصله بتاعت الورلد، هي بتقول ان دي ثابته على طول، طول الوقت ثابته، اليمين على طول هنا يعني، او الشرق على طول هنا. لكن انا ليا اكسس انا شخصيه خاصه حسب الروتيشن بتاعي. انا لما لفيت انا كده عملت روتيشن على الواي بدرجه 90، ده اللي حصل هنا في الاوبجكت. لو بصيت على الترانسفورم بتاعه، شايف هنا في هتلاقي في الترانسفورم بتاعه هو لافف على الواي بدرجه 90، فنتيجه لذلك الاكسس بتاعته بتلف معاه، بتاعته هو مش، لكن بتاعت اي اوبجكت تاني كل اوبجكت ليه اكسس خاص بيه، لكن الورلد الاكسس بتاعته دائما ثابته. يعني اهو حاجه من هنا بس، ده مش دي الوصله بتاعتي اللي بعرف منها الاكسس بتاعت الورلد، حاليا الاكس بتاعه كده، الاوبجكت الاكسس بتاعته طالعه لي من الشاشه، علشان هو الاوبجكت كان كده تمام. حتى لو جبت دلوقتي الاكسس بتاعته حاليها ايه ماشيه مع الورلد، لكن لما لفيته بص كل ما بلفه واجيب تاني من هنا حاليا الاكسس بتتحرك، الاكسس بتاعته هو شخصيا بتتحرك تمام. نعم ده عشان انا مختار الاوبشن اللي هو اللوكال، لكن لو انا لغيت اللوكال ده وخليته جلوبال اي اوبجكت دايما بمسكه هيجيب لي الاكسس بتاعت الورلد، يعني بتعامل دايما مع الاكسس بتاع الورلد مش الاكسس بتاع اللوكال اوبجكت. وضحت يا باشمهندس؟ تمام. طيب تعالى نرجع الاوبجكت بقى زي ما كان الروتيشن بتاعه، نخلي كله صفر. طيب ده كان في حاجه لازم تتعرف، في حاجه اسمها السين كاميرا وحاجه اسمها الجيم كاميرا. ايه الكاميرا دي اصلا؟ الحاجه اللي بشوف منها الاوبجكتس. بطبيعه الحال الديفلوبر بيبقى شايف السين كاميرا والجيم كاميرا. اللعبه لما هتريليز مش هبقى شايف السين كاميرا، البلاير هيشوف اللعبه من منظور الجيم كاميرا. فين السين كاميرا؟ هي دي اللي انا بتعامل معاها في السين ويندو، دي اسمها السين ويندو، واللي تحت دي اسمها الجيم ويندو. من السين الكاميرا عندي في حاجه هنا في الاوبجكت اسمه مين كاميرا في الهيراركي، لو دوس عليها دبل كليك هيجيب لي دي، جيب لي نقطه كده مرسوم عليها ايه. على فكره انا كده بزوم ان وبزوم اوت بالماوس ويل، تمام بزوم ان وبزوم اوت بالماوس ويل، هلاقي في ايه علامه ايه كاميرا. دي ايه؟ دي هي الكاميرا اللي انا بحطها. يعني دلوقتي انا بعمل بصور فيلم، بيبقى في كاميرا مان واقف وفي قدامه الاوبجكتس قدامه، انا المخرج. السين كاميرا ده كأن انا المخرج، فانا بقول للكاميرا انت هتقف هنا وتصور المشهد ده عشان البلاير او المتفرج على الفيلم هيبقى شايف المشهد ده. انا عايزه يشوف ده، مش عايز يشوف الحاجات اللي ورا اللي بتحصل في الكواليس، انا عايزه يشوف ده. فهي دي الكاميرا اللي انا بحطها علشان يشوف، اخلي البلاير يشوف الحاجه اللي انا عايز اوريها له، مش اي حاجه تانية. طيب الكاميرا شايفه ايه؟ شايفه اللي احنا شايفينه هنا تحت. طيب يعني انا لو جيت احرك الكاميرا دي شايفين اللي بيحصل تحت؟ بتتغير. بعمل زوم اوت اهو بالعجله، وبعد كده بدوس على العجله نفسها علشان اعمل الايد. هل الكاميرا بتتغير تحت؟ ليه؟ لان انا مش بحرك الجيم كاميرا، انا بحرك السين كاميرا اللي هو المخرج، انا المخرج. انا بتحرك مش معنى كده انا المخرج واقف هنا ببص من هنا، بعد كده بعد شويه مشيت هنا وبصيت هنا، الكاميرا لسه ما زالت ثابته في مكانها، فالبلاير ما زال شايف نفس الحاجه تمام. لو جيت احرك الكاميرا نفسها، انا ممكن عشان احرك الحاجه لو عايز احركها على الواي اكسس بس مش في اي حاجه تانية، يعني عاجبني البوزيشن بتاعها في الاكس دلوقتي عايز اغيرها في الواي، حاجه عند الواي ده واطلع فوق وتحت. لو جيت يمين وشمال ما بيتحركش معايا، انا ماسك الواي بس، كاني يعني حاطط ليميتيشن، انا بتحرك دلوقتي في الواي بس، بحرك الاوبجكت ده في الواي بس. لو مسكت من الاكس كذلك، ولو اتقلبت لها كده ومسكت الزد نفس الفكره كده، انا كاني بقرب اهو الكاميرا من الاوبجكت بتاعي
او ادي الاوبجكت حطه هنا، حط الكاميرا كده كده. انا ايه بقرب اكتر. انا مسكت الحاجه غلط، المفروض امسك من هنا بس. واضح الكلام؟ بيبقى عندي الجيم كاميرا والسين كاميرا. هو باي ديفولت الجيم كاميرا بتبقى على 0 0 وسالب 10 او 0 1 سالب 10. ده مكانها فين في الورلد بتاعي. تمام. والاوبجكت بتاعي لو حطيته في الصفر صفر صفر هليه بتسنتر في النص، يعني تقريبا سنتر في النص. لما باجي اشتغل على جيم انا عندي الكاميرا فيها شويه سيتنجز المفروض ايه اظبطها قبل ما ابدا اشتغل. اول حاجه انا ممكن اختار الريزولوشن اللي انا عايز اعمل عليها اللعبه. طب معنى كده يعني لو البلاير الشاشه بتاعته الريزولوشن بتاعتها مختلف عن اللي انا بلديت عليه، هل في حاجات هتبقى رايحه؟ لا مفيش حاجه هتروح، بس هي هتسكيل يعني، او يا اما بتتبط كده او تعرض حسب الايه الشاشه. الجي اي تكس، بص هقول لك على حاجه في ال يعني اون جي اي ولا بتتكلم في هقول لك حاجة. كنت مختار فري اسبكت هنا، ما هي دي مشكلة، ما ده انا كنت لسه كنت هقوله. محدش يشتغل على فري اسبكت، محدش يشتغل على فري اسبكت. ندوس على الفري اسبكت دي اللي هو الكلمة الفري اسبكت، وتختار اي حاجة انت شايفها قدامك. ليه؟ مثلا لو اخترت مثلا اللي هو ستاند الون اللي هي اللي هو الديفولت يعني 1024x786، ممكن اضيف الريزولوشن من عندي على فكرة. شايفين المنظر ده؟ ده اللي هيظهر دائما ابدا للبلاير مهما كانت الريزولوشن بتاعته. على الحاجات هتعرض وهتتعمل مفيش مشكله يعني. هيسكيل معاه. ما الفري اسبيكت بقى مش بيحافظ على الموضوع ده، ما هي دي مشكله، ما تشتغلش ابدا على الفري اسبيكت. تمام. يبقى ما ننساش لما نيجي نشتغل يا جماعه نختار الريزولوشن، عشان كذا مره انا في الاوائل يعني استخدم اعمل اطلع البروجكت بتاعي وفجأة الاقي في حاجات مش باينه وحاجات باينه بزياده، كنتش عايز اوري كل ده. لا فبلاش يعني. دايما اختار الريزولوشن بتاعتكم. اوكي. هو انا اخترت مثلا حاجه 16:9 او 4:3 ده اسبيك ريشيو 4:3 و16:9. بصراحه انا مش متخصص في حته يعني الشاشات وكده، فمش عارف بصراحه ايه الفرق ما بينهم يعني. انا لو جيت ابص يعني انا برضو فكرت فيها قبل كده، طب ما هي 16:9 هي 4:3. عايز تعملها بالكود؟ مش انت عندك حاجة جاهزة؟ انت بص هما يومين هما يومين قدامنا فا يعني ايه؟ اوكي. بالنسبة للكاميرا انا دلوقتي مسلكت الكاميرا اهي في الهيراركي، في كذا اوبشن. انا لو عايز اعمل لعبة 3D محتاج اخلي استخدم كاميرا نوعها برسبكتيف. لو عايز اعمل لعبة 2D محتاج استخدم كاميرا نوعها اورثوجرافيك. ايه البرسبكتيف اورثوجرافيك؟ تعالوا نبص. هي الكاميرا باي ديفولت هنلاقي في حاجه هنا مكتوب هنا بروجكشن هو برسبكتيف هنا. تمام. شايفين الكاميرا؟ انا هجي لكم من الجنب شويه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده مجال الرؤيه بتاع الكاميرا. ده شايفه ايه؟ شكله مخروطي شويه او هرمي، يعني ممكن يكون شكله هرمي. واضح انه هرمي ولا حد شايف حاجه تانية؟ البرسبكتيف ان انا يعني عندي نقطه اهو طالع منها زي شعاع شايف كده. لو كده غيرها للاورثوجرافيك هتلاقي الموضوع بقى عامل ازاي. على فكره هو مش هرمي، هو بقى مستطيل. يعني جيت ابص له من فوق كده مستطيل، واضح انه مستطيل. ما دي بطبيعه الحال احنا عينينا بتشوف 3D، احنا عينينا ربنا خلانا بتشوف 3D، بتشوف منظور برسبكتيف. حتى لما تغمض عين واحده بس، بص بعين واحده هتشوف 3D بس الدنيا مش مظبوطه قوي. ده لان احنا بنشوف كده بالشكل ده، يعني لو في بعد للحاجه حاجه قريبه وحاجه بعيده بيبقى باين الفرق ما بينها. لكن الشكل الاورثوجرافيك ده ان هو
مربع، هشوف الحاجة، هشوف جزء منها بس، هشوف بس الحاجة اللي باينة قدامي، مش هشوف الجوانب شوية. هتبان اكتر مثلا لو جيت مثلا ايه حطيت طيارتين بدل طيارة واحدة. الطيارة الاولانية موجودة على البوزيشن 0 0 0، تمام؟ دي انا حطيتها على جنب شوية، بس انا ايه هقربها من الكاميرا شوية، يعني الكاميرا هي على بعد سالب 10، فمثلا اقربها مثلا ايه خليها سالب 5، حلو؟ او خليها، حد ملاحظ اي تغيير بيحصل في الكاميرا تحت؟ انا ممكن على فكرة اغير في القيم، مش بس اني اكتب قيمة، لا اجي عندها كده هلاقي السهم الماوس بتاعي اتحول لسهمين يمين وشمال، لو دوست كده حركت شمال عمال يقلل القيمة، هو بيقللها بس هي انا اصلا واقف في السالف، عشان كده شايف ان التقليل ده كانه بيقرب لي. نعم؟ ما هيحصل الباك جراوند وصلت. اوكي تعالوا نختار لون تاني ازرق. حلو كده؟ ماشي. معلش يا جماعه اصل انا شايف عندي فمش شايف اللي بيحصل هنا. طيب انا دلوقتي ماسك الايه الطياره دي عمال اغير قيمتها على الزد، حد ملاحظ اي تغيير بيحصل في الكاميرا؟ ليه بقى؟ لان انا شغال اورثوجرافيك، يعني شايف المنظور 2D. فلو الكاميرا دلوقتي انا غيرتها دلوقتي، فلو رجعتها برسبكتيف شايفين الطياره قربت. ولو جيت اغير بقى في الزد واضح ان في يعني بتصغر وبتكبر بسكيل. ليه بقى؟ ده مش سكيلينج، ده حقيقي، ده الفكره ان انا بقرب للكاميرا فكاني مزوم عليها، بقى واضح ان في حاجه 3D. ال3 دي بقى واضح هنا، لكن ال2D انا بتعامل مع بعدين فقط، الاكس والواي. الزد هو الكاميرا بتطنشها تمام، الزد مش هيفرق معاها في حاجه. فلو عايز اعمل لعبه 2D يبقى هستخدم كاميرا اورثوجرافيك، عايز اعمل لعبه 3D يبقى هستخدم كاميرا برسبكتيف. تمام كده؟ في اي مشكله في اللون ده؟ طيب الموديل بتاعي ده انا همسح بقى واحد فيهم واتعامل بالتاني. دوس دبل كليك على الموديل عشان اقرب له. دي المفروض انها طياره، تمام؟ طيب هي الطيارات يعني ترى شكلها حلو كده يعني، وهي لونها كلها ابيض في ابيض يعني وخلاص، عايزين نلونها صح؟ طيب المفروض يعني ان المودلز يعني اللي هتستلموها من ديزاينرز باذن الله هتكون هي متلونه جاهزه، بس احنا هنا ايه، انا فصلت حاجه اسمها الماتيريال عنها. ايه الماتيريال دي؟ الماتيريال هي نقدر نقولها الجلد اللي هتلبسه الطياره او الاوبجكت بتاعتنا. احنا اي موديل بيتكون من مش وماتيريال. مش اللي هو النقط بتاعته، الفيرتيسيز بتاعته او البوليجونز، المثلثات. دايما اي شكل جرافيك بيتعمل بيبقى عباره عن مثلثات، وكل مثلث عباره عن 3 نقط. اي جرافيك هتشوفوها هي كلها عباره في الاخر عن مجموعه مثلثات متركبه على بعضها، مثلث صغير مثلث كبير، هي بتبقى الموضوع ماشي كده. طيب انا عندي هنا في حاجه اسمها المش ريندر. ايه المش ريندر ده؟ الريندر يعني ايه؟ يعني يرسم او يظهر. او لو انا لغيته هي ترى ما اتمسحتش، هي موجوده بس انا مش شايفها، عشان ارجعها تاني هعمل عليه تشيك تاني. دلوقتي انا شايف الطياره تمام، حتى لما بقرب منها كده انا دلوقتي شايف ايه البوليجونز بتاعتها، واضح ان هي مثلثات. واضحه عندكم ولا مش واضحه؟ هي واضحه عندي. واضحه عندكم، ماشي. وهلاقي في حاجه هنا اسمها ماتيريال، لو دوست عليها هلاقي انها ايه عاملين ماتيريال كده، يعني اليونتي عمل لها ماتيريال مسميها سيمبل شيب. الماتيريال دي لو دوست عليها هلاقيها ايه ملهاش لون، حاجه بلا لون، والاوبجكت اللي ملوش لون في اليونتي بيبقى لونه ابيض. طيب لو عايز استخدم له بقى ماتيريال احطها عليه بقى، هاخد الماتيريال بتاعته اللي هو هسلكتها تاني. يعني دلوقتي لما فتحت الماتيريال ودوست عليها
ظهرت لي فين تحت؟ ظهرت لي تحت في البروجكت فيو. فجاب لي الماتيريال هي موجوده فين. طيب انا ممكن احط لو بصيت على الماتيريال هلاقي ان في حاجه انا ممكن تاخد تكشر. جميل. طيب انا معايا تكشر هنا او معايا واحده اللي هي ايه سيمبل شيب دي اللي اخدتها وعملتها دراج هنا هلاقي الاوبجكت اتلون جاهز يعني كانه لبس الجلد على طول. طب ليه انا ما حطيته في الماتيريال؟ لان انا ما اساين الماتيريال دي اصلا للاوبجكت بتاعي. حد قطع ما بقول ايه. نعم. ازاي بقى بيظبطوا مع بعض بقى؟ دي مهمه الديزاينر. طيب خلاص تعالوا نعملها بطريقه ثانيه. انا حكريت هنا تعالى بس ايه نقول ان الماتيريال دي تعالى بس مش ثواني بس انا عندي في المش ريندر بتاع الاوبجكت اللي هو الطياره انا ممكن اختار له ماتيريال تانية غير الماتيريال دي. ازاي؟ امسك اي ماتيريال كانت موجوده قبل كده او كاريت ماتيريال جديده. طب تعالوا نكاري ماتيريال جديده احسن. هعمل رايت كليك واختار هنا كرييت. اختار فين يعني اكاريت فين؟ بصوا نصيحه حاولوا تنظموا البروجكت. يعني عايز تعمل ماتيريالز اعمل كرييت نيو فولدر وسمي ماتيريالز. تمام. لما افتح الفولدر ده هو لسه فاضي. هكريت جوه ماتيريال رايت كليك كرييت وهختار حاجه اسمها ماتيريال اسميها ايه؟ اسميها شيب. تعالوا اسميها شيب. تمام. واخلي الماتيريال دي هي الماتيريال اللي موجوده في الشيب. خلاص يبقى عندي هنا الطياره ايه عليها ماتيريال اسمها شيب. الماتيريال دي اللي هي الجلد ما عليهاش ولا صوره ولا لون. ممكن احط لها لون. شايفين هنا؟ هدوس هنا اختار مثلا احمر. الطياره بتاعتي بقت حمرا. اختار ازرق هنا الطياره بقت زرقاء. تمام. هرجعها ابيض زي ما كانت. ابيض يعني ايه؟ يعني الار جي بي بتاعه 255 في كل قيمه والالفا برضو 255. طيب ماتيريال بيضة كده. لو حطيت صورة هنا هي هتابلاي الصورة دي على المش بتاعتي على المش بتاعتي. عرف ازاي بقى ان الالوان متظبطة كده؟ ظبطها ازاي؟ والله بقى اللي عمل الايمج دي اللي هو الديزاينر هو مظبطها. يعني هو كان مظبط ان انا لو حطيت التكشر دي على ماتيريال على الطيارة الحاجات دي هتركب على بعضها كده. فدي يعني انا كديفلوبر ما اعرفش ازاي بتتعمل. ما اعرفش اهو. امسك الصوره واروح هنا عند التكشر دي ظهرت تلونت كويس متلونه كويس اه حسب ما الديزاينر بقى ظبطها. هو عموما الحاجات دي غالبا الديزاينر لما هيدي لكم الموديل اف بي اكس هيكون هو يعني هو متظبطه جاهزه ماتيريال بتاعه ببغى النوجة وكل حاجه. ده كان بالنسبة للطيارة بتاعتنا. تعالوا نشوف ايه تاني موجود في الريسورسز عندنا. في عندنا استرويد. استرويد اللي هو نايزك يعني تقريبا. لو جيت حط طلعتها هنا هو ايه دي حاجة صغيرة خالص صح. طيب انا ما كبرتوش. اكبره هو كمان من مرة. تعالوا نشوف لو خليته بواحد اللي هو حجمه الاصلي. لما نشوف الديزاينر كان مصممه بحجم قد ايه. بقى حجمه كبير قوي بشع يعني. الطياره جنبه شايفين الطياره جنبه قد ايه. طيب نصغره. عندنا طريقتين نصغره بيها. يا اما اصغره من هنا من السكيلينج او اصغر السورس نفسه اللي جايبه من عنده. مين السورس اللي جايبه من عنده؟ هو هنا. تعالوا نصغره شويه. واحد دي كان مبالغ فيها. تعالوا نقللها شويه. تعالوا نخليه 10 0.1 واعمل ابلاي. حلو كده. كده بقى استرويد معقول يعني صح ولا ايه؟ ما
معقول شويه. ما احسن هخلي الاسترويد ده يعني اللعبه بتاعتي عايز اعمل ايه، عايز اعمل الطياره طالعه بتتحرك والاسترويد ده نازل فوقيها، فلو كبرت اكتر من كده اللعبه هتبقى مستحيله يعني. طيب الاسترويد ده هل ليه ماتيريال هو كمان؟ الحمد لله الديزاينر مدينا الماتيريال. طيب دي الماتيريال بتاعته، لو دوست عليها هي موجوده هنا. فين التكشر؟ موجوده اهي عندي، خدها وارميها. انا مش غنيش، انا ديفلوبر حاجات الجرافيكس دي انا مش غنيش المفروض يعني، يعني بصراحه الديزاينرز بيتعبوا معانا. طيب دلوقتي انا عملت ده الاسترويد بتاعي وادي الطياره. انا عندي في اليونيتي لما عايز اجرب الحاجه اللي عملتها اشوف البلاي جيم هعمل ايه، هدوس هنا على بلاي. لو دوست على بلاي طيب في اي حاجه؟ مفيش، لان لسه محركتش، لسه ما عملتش حاجات كتير، لسه ما عملتش. طيب انا لما كنت جبت الكاميرا هنا كنت وريتكم ان انا ايه بغير الباك جراوند. لما حد اعترض على الباك جراوند، في عندي هنا الباك جراوند في حاجه اسمها ايه، لو دوست على الكالر ده بغير الالوان. طيب انا عايز اعمل في اللعبه بتاعتي ان الطياره دي طايره في الفضاء، حلو. وعلشان اخليها طايره في الفضاء معنى كده يعني وهي بتتحرك، يعني يا اما اعمل زي ايه باك جراوند كبيره وكلها فضاء والطياره عماله ماشيه فيه، بس ده حل مش عملي بالمره، لانه انت ايه عمال بتحط اوبجكت كبير وبعدين تمسيرك في يوم من الايام في البلاير يعني عادي يلعب كتير يعني اكيد هيوصل لاخرها. ففي حل يعني مبتكر كان لذيذ جدا، ان انا هجيب اسطوانه زي دي، او هعمل هنا اختار هنا من جيم اوبجكت فوق، هلاقي في حاجه اسمها ايه كرييت اذر، هلاقي في اشكال بريميتيف. اشكال بريميتيف يعني اشكال بدائيه زي كيوب، سفير، كبسوله. انا عايز سلندر، هجيب السلندر ده حلو وهقلبه على جنبه. تعال نقلبه كده تمام، يعني من الاخر هو على سالب 90 على الزد، على محور الزد. جميل. وعندي هنا الديزاينر كان حاطط لي المفروض ان دي ستارز، دي نجومه اهي. حكالي ماتيريال الاول، تعالوا نكلم ماتيريال. ماتيريال هتبقى بتاعت السلندر، كل شيء هيتفهم دلوقتي، هيوضح دلوقتي انا بعمل ايه. بنكلم ماتيريال ازاي؟ رايت كليك كرييت ماتيريال واسميها مثلا ايه سكاي، حلو. والسكاي دي هخلي السلندر دي تبقى هي الماتيريال بتاعت السلندر. ازاي؟ اسلكت السلندر ده وامسك السكاي وارميها في المكان اللي هو اسمه ماتيريالز اللي موجود في المش ريندر. خلاص لحد دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت لان الماتيريال ما فيهاش اي حاجه. هفتح الريسورسز بتاعتي تاني، هلاقي الستارز حطها. لا انا مش عاجبني دي، تعال نختار الستارز لارج. هو المفروض ان في نقط بيضة بس هي مش واضحه دلوقتي، هتوضح اكتر لما هكبر السلندر. تعال نكبره، تعال نخليه ايه مثلا ايه 5 × 5 × 5. لا انا هكبر اكتر من كده بصراحه، خليه 10 × 10. ايه ده انا بعمل صفار، ماشي. هو واضح ان في نقط بيضة هنا عندكم. طيب انا هعمل ايه؟ انا هخلي السلندر ده تلف البلاير واحطها كباك جراوند للطياره والاسترويدز اللي بتظهر، فهيبان ايه ان هو ايه كانه ماشي في الفضاء. الجيمز يا جماعه خدعه، احنا بنضحك على الناس من الاخر، نصابين تمام. احنا بنضحك على الناس. الزبون عايز ايه؟ عايز يشوف ايه؟ عايز يشوف طياره طياره في السماء، هيشوف كده بس هي مش كده. طيب تعالوا بقى ايه البوزيشن السلندر بتاعنا ده، لان هو اوريدي يعني مفعص الطياره جواه. هنرجعه كده شويه، تعالوا بقى ايه نعرضه بقى و
بس اهم حاجه يا جماعه تحافظوا على السكيل بتاع ال مين بقى ثانيه واحده كده اشوف السكيل بتاع السلندر عرضه يعني عشان شكله هيبقى غريب شويه. يعني لو كبرته هنا ب10 كبره في 10 في كله كبرته. تعالوا نكبره شويه خليه 20 20 20 20 خلي البوزيشن بتاعه ماشي حاجه لعب ولا نبعد شويه؟ لا لسه احنا ممكن نقرب الكاميرا نفسها. احنا عايزين نشتغل هنعمل لعبه 2D على فكره هنخليها اورثوجرافيك. حلو كده باين كده. طيب تعالوا نجرب يدويا كده لو انا لفيت ال انتوا شايفين اي حاجه؟ لا مش شايفين اي حاجه. طيب خلاص فرصه مع ترى موجود متلاش. طيب انا ليه مش شايف اي حاجه هنا؟ علشان من الاخر مفيش ضوء. مفيش ضوء. فانا قدامي حل من اتنين، يا اما اخلي احط ضوء على الكاميرا او استخدم ماتيريال مش محتاجه ضوء عشان تنور. وانا برجح الحل التاني اللي هو استخدم ماتيريال مش محتاجه ضوء عشان تنور. الالعاب اللي فيها 2D مش لازم احط هيفي بيرفورمانس على اللعبه باني اضيف كاميرا ويبقى فيها اضيف لايت ويبقى فيه لايت كالكوليشن نظام بقى هيبقى فيه شادو هنا بقى وفيه مش عارف الحاجات دي كلها. مفيش داعي اضيف الهيفي بيرفورمانس ده على اللعبه خاصه لو انا بعمل لعبه موبايل. طيب ازاي اغير اخلي الماتيريال بتنور لوحدها؟ هسلكت الاوبجكتس مثلا هسلكت الاسترويد ده وهسلكت الماتيريال بتاعته. انا بدل ما ادور عليها في البروجكت بدوس عليها هنا هي هتظهر لي هي فين في البروجكت واختار ده. هلاقي في حاجه اسمها شيدر اللي خلفيه شويه بالجرافيك بروجرامينج هيتعقد لما يسمع كلمه شيدر يعني شكل في حد كان ماشي. هي بطبيعه الحال الشيدر الموجود في اليونتي عليه مجموعه شيدرز بيلت ان. الشيدر ده يعني زي ما تقولوا لغه برمجه بيفهمها الجرافيك كارد بتاعت الكيس بتفهم يعني ايه ترسم ازاي هتلون ازاي يعني ليها خاصه بالالوان اكتر يعني. فدلوقتي لما اختار الشيدر في اليونتي يعني الحمد لله هو في بيلت ان شيدرز. لما اختار هنا هتلاقي طلعت لي لسه طويله وممكن الواحده فيهم يبقى جواها اكتر من حاجه. هلاقي في حاجه تحت هنا اسمها انليت. انليت يعني مش محتاجه نور. هختار انليت ايه مثلا تكشر. شايفين اللي حصل؟ ظهر الاسترويد لانه ما بقاش محتاج نور علشان يظهر بشكله الحقيقي. ده بيخلي التكشر يظهر بصورتها اللي الديزاينر اداها لك. يعني ممكن الديزاينر يكون مدي لك الحاجه متلونه حلوه قوي قوي بس انت مش حاطط لايت بيظهر ضوءها ده بيظهر نورها لونها ده فاللون يطلع وحش. يبقى دي مسؤوليتك انت مش مسؤوليه الديزاينر. تمام. وهنعمل نفس الحركه في الطياره. هختار الماتيريال بتاعتها وادوس على شيب من والشيدر اللي هنا ده هدوس على انليت واختار تكشر. ظهرت الطياره عندكم؟ ظهرت. تمام. وكذلك السكاي برضو اللي هي ايه السلندر. تعالوا نغير اسمها عشان ما بقاش اسمه سلندر على طول. يا اما اعمل نفس حركه الويندو دي او يا اما اف 2 او عندي هنا من الاسبكتر سميها سكاي. تمام. طيب هختار المشن. هو بطبيعه الحال اللي هو المشن رندر دايما عامل كده والماتيريال دي مقفوله فاحنا اللي بنفتحها بنفسنا. اختار السكاي والسكاي دي بدل ديفيوز هنخليها انليت تكشر. ظهرت النجوم. طيب انا كده ايه عملت يعني كده حاطط الاسترويد وحاطط الطياره. في حاجه لازم نعملها احنا بنعمل لعبه 2 دي وقلنا ان اللعبه 2 دي الزد مش فارق مع الكاميرا بس هو هيبقى فارق في اللعبه. يعني بطبيعه الحال ان الكاميرا شايف ان انا في الكاميرا هنا عايزكم تبصوا تحت ما حدش يبص على الماوس. لو انا حطيت ده كده باين ايه الطياره في وش مين الاسترويد صح. بس انا لما اجي ابص في السين كاميرا
واعمل كده حلاقي هما ايه مش في وش بعض. فانا ممكن مثلا اكون عامل اللعبه بتاعتي والاسترويد المفروض هيخبط في الطياره وليه ما خبطش؟ طب ايه اللي بيحصل يا باشمهندس الطياره ما خبطش ليه؟ هو انا شايف هنا ان هما بيتزقوا يعني بيعدوا في بعض بس هو في الحقيقه ما خبطش فيه. يبقى انا ايه عايز يعني في اللعبه 2 دي نوحد الزد اللي هنشتغل عليها تسهيلا، نخلي كل الزد بتاعتنا بصفار ما عدا مين؟ ما عدا السكاي، لان لو خليتها بصفر بص انا هعمل كنترول بس يعني هي دلوقتي 20 ماشي هي 20 لو خدتها بصفر ايه اللي حصل؟ مش بس هي مش بس هم اللي دخلوا، ده مين اللي دخل معاهم؟ الكاميرا دخلت معاهم. فعشان كده انا شايف من جوه. طب هو طب هو ليه مش شايف طيب الاسود اللي في اللي في ظهر السلندر بالظبط؟ لان هو في الجرافيكس عامه في يعني ممكن يبقى الاوبجكت بيترندر من ناحيه واحده بس. بيترندر يعني ايه؟ يعني بيترسم تمام فبيترندر بالظبط. اللي جوه ده مش مش مرسوم اصلا، هو رسم من بره بس من وشه كده عارف هو قشره ده بالظبط الجرافيكس هي دي. طيب انا هرجعها تاني، احنا ممكن كنترول زايد على فكره شغال معانا صديقنا الدائم ده. طيب احنا هنوحد الزد بتاعتنا للاوبجكت اي اوبجكت تاني الا السكاي انها تبقى ايه في الصفر. جميل الكلام ده. طيب اي يا طياره يعني حربيه ولا مش عارف ايه بيبقى فيه بقى رصاص وحاجات بتتضرب، تعالوا نعمل الرصاص. طيب للاسف الديزاينر ما ادناش رصاص، تعالوا نعمله يدوي يعني. الرصاص ده شبه ايه؟ مش كبسوله برضو يعني طلقه ليزر طالعه ولا اي حاجه، مع ان الليزر اصلا ما بيمشيش كده بس احنا هنعديها، ده لعبه وفيلم والزبون بيحب كده. نختار من جيم اوبجكت علشان اكريت الاشكال البريميتيف تاني من جيم اوبجكت في كريت اذر. حاليا عندي هنا ايه مجموعه الاشكال البريميتيف بتاعتي، عندي كيوب وعندي سفير وعندي كبسول وسلندر في البلين. البلين ده يعني زي ما قلنا لا مش ارض، هي مسطح كده حاجه مسطحه كده. الارض يعني في اليونتي بيستخدموا حاجه تانية بس هي بتترندر من ناحيه واحده يعني. انا بس هوريها لكم يعني بس مش هستخدمها يعني. ادي البلين عامله لها دبل كليك. هي بص انا مش شايف حاجه صح، بس لو جيت الف كده لفوق شايف انا هي من الاخر بتترندر من ناحيه واحده بس. يعني لو نزلت لها يعني لو جيت لها من فوق هي باينه، لو جيت لها من الجنب هي ورقه يعني هقف عندها كده هي ورقه فمش باين حاجه. لو جيت من تحت مش شايف حاجه اصلا، هي مش مترندره من ناحيه تانية، هي مترندره من ناحيه واحده بس. بس ما حدش يا جماعه يستخدم البلين بتاعه اليونيتي علشان هافي بيرفورمانس. لو انت تعمل لعبه موبايل ما تستخدمهاش يعني، ولا عايز يعرف ليه بقى اشرح له باستفاضه اكتر يعني. نرجع تاني للي بنعمله، احنا قلنا عايزين نعمل طلقه فنعمل كرييت اذر، نختار كبسول كبيره صح، تعالوا نسكيلها شويه. السكيلينج يا اما اقعد يا اما بقيم من هنا يا اما اشد مثلا الاكس كده ولا ابططها ولا واتيفر يعني، يا اما عايز اصغرها كلها على بعضها مره واحده من المربع اللي في النص اللي هو مش باين عند... لا باين عندك كويس حلو كده ظريف. نطولها شويه صغرها اكتر ماشي. ها قول حلو كده ماشي، نحتفظ بيها بالشكل ده. نديها لون صح عشان ما تبقاش ابيض كده. طيب هنديها لون ازاي؟ هعمل ايه ماتيريال صح ماشي غششتوك انا. نعمل كرييت ماتيريال. طيب نسميها ايه؟ بوليت. طيب انا مش شايف حاجه صح، مش كان في عادي هنا بلاقي هنا في لون وتكشر والكلام ده مش باين ليه؟ ما تتخضوش دوس عليها كده بس ظهري. ما تتخضوش يعني ساعات بتحصل يعني، يعني مره قعدت الف حوالين نفسي طب راحت فين طب اعملها ازاي لحد ما دوست بالصدفه يعني. طيب تعالوا نديها ايه لون، عايزين لون ايه؟ طب انا مش لاقي حاجه في النص يعني، لو كنت قلت لي احمر طيب طب تعال نخليها احمر يعني، احنا مش بنشوف ستار وورز ان هو بيضربه احمر
الزبون متعود على كده، احنا نخبط الزبون. طيب خليه احمر، واحمر فاقع بقى لو اقصى حمر ممكن. ما تلونتش ليه؟ ما حطيناهاش على لسه على طيب احطها ازاي؟ في كذا طريقه، يا اما اختار الكبسول واجي عند المش رندر ولو كانت الماتيريال مقفوله افتحها واخد دي واسحبها هنا، يا اما بس انا مش بفضل الطريقه دي لان ممكن نغلط فيها، يا اما اخد البوليت دي وارميها عليه كده. ليه ما بفضلهاش؟ لان زي ما انتوا شفتوا انا معدي في السكه على ده، لو شلت صباعي غلط في الوقت ممكن تيجي الماتيريال تلبس في حاجه تانية، فبلاش. فاختاروا ليا طريقه اللي هو ايه مش ريندر دي وتحط البوليت عليه كده، بقى عندي طلع حمرا. هي باين عندكم اصلا يا جماعه؟ مش باين عندكم؟ طب انتوا ليه خليتوني اصغرها قوي كده؟ بس في نقطه تانية صح، انا نسيت انا مستخدم ايه الفيوز. تعالوا نخليها ايه، انلت تكتشر. الله رحت. طيب صح، لان الانلت تكتشر مش بيسبورت ان انا اضيف لون. طب انا اعمل ايه؟ هشوف الشيدرز بقى، ادور بقى في الشيدرز. ممكن ممكن ولاش، لا ممكن بس ليه وانت عندك حل موجود جاهز؟ نختار مثلا حاجه اسمها سيلف اليوني، تعال نشوفها كده. طب ايه بقى؟ سبيكلر. سبيكلر احلى، احلى من ديفيوز. لا ما هو ده السبيكلر، بس السبيكلر بتحس انها فيها هايلايت كده، في حاجه طلقه بتلمع وهي طبعا مش احلى برضه ولا ايه؟ فوتها لي بقى، فوتها لي معلش سامحني. يبقى ده ايه الطلقه بتاعتنا. طيب انا في اليونيتي في حاجه في سبيشال فيتشر موجوده في اليونيتي يعني قويه، يعني ميزتها حاجه اسمها البريفاب. يعني ايه بريفاب؟ البريفاب ده عباره عن انا مثلا ايه ظبطت البوليت اهي صح، عملت لها سكيل، اديت لها ماتيريال، ظبطت الماتيريال بتاعته الشيدر بتاعه. ممكن كمان اكون ايه حطيت لها كتبت عليها شويه كود، حته الكودنج دي هوريها لكم دلوقتي. عايز بقى ايه احتفظ بشكل البوليت ده بحيث ان كل ما احب اطلع اخلي الطياره تضرب بوليت اعمل منه نسخه ثانيه. ازاي؟ حاجه اسمها بريفاب. ازاي كاريت بريفاب؟ تعالوا ده المين فولدر بتاعنا في الاسيتس، هعمل رايت كليك هنا واختار كرييت. انا عايز انظم الدنيا فهخلي بريفابز في فولدر اسمه بريفابز. تعالوا ندخل جوه الفولدر هنكريت حاجه اسمها بريفاب. تمام، تعالوا نديله اسم، نديله اسم ايه بوليت. انا دلوقتي ايه عملت بريفاب، بس هل هو ليه علاقه بالاوبجكت اللي اسمه كابسول او نسميه بوليت بقى دلوقتي؟ هل ليه علاقه يعني بيه؟ ملوش علاقه صح. هاخد الاوبجكت ده وهدرج وادروبه فين؟ هنا، ده اسمه بريفاب. بحيث طيب حكريت حاجه، هعمل رايت كليك اختار كرييت على حاجه اسمها بريفاب، كريتها صح علشان اخلي البريفاب دي تبقى حاجه ليها علاقه بالاوبجكت ده، يعني تبقى هي دي البريفاب بتاع الاوبجكت ده. بمسك الاوبجكت نفسه واحطه فين؟ عليها. حلو، انا كده عملت حاجه اسمها بريفاب. لو خدتوا بالكم البوليت بعد ما كان لونها اسود بقى ازرق هنا في اسمها في الهيراركي، ده معناه ان ليها بريفاب موجود. ولو جيت اسلكت البوليت هلاقي اتضاف هنا حاجه اسمها بريفاب، ليها 3 اوبشن، سلكت وريفرت وابلاي. سلكت دي لو دوست عليها هيوريني في البروجكت ويندو البوليت دي فين. يعني انا مثلا واقف هنا دلوقتي فاتح الماتيريال ده ومش عارف البريفاب بتاع الاوبجكت ده فينه، هدوس سلكت هيجيبه لي على طول. طب ايه البريفاب دي اصلا؟ يعني عملت ايه يعني؟ هلوك عملت كده. يلا ادي بوليت تانية ظهرت، وادي بوليت تالتة، وادي بوليت رابعة، كأني عملت مصنع.
حلوة ولا مش حلوة؟ دي مفيدة جدا. اه بالظبط prefabrication. simple شيب زرقاء ليه بقى؟ لان هي اصلا عبارة عن موديل اخدته من الديزاينر ليه مكان موجود هنا في البروجكت. ما هو في الحقيقة هو بيتعامل مع المودلز على انها prefab. تمام بالظبط، يعني كانها prefab. فعشان كده هتلاقي الحاجات اللي بتستلمها دايما من الديزاينر لونها ازرق. السكاي انا عملتها بايدي صح، مش عملت السلندر بايدي لونه اسود. عايز اعمله prefab، ممكن اعمله prefab. على فكرة انا ممكن اختصارا يعني بدل ما اعمل رايت كليك كرييت و prefab واسميه والكلام ده كله، امسك السكاي دي نفسها كده وارميها في اي حته انا عايزها في البروجكت فيو، اتقلبت بريفاب. انا ما حبيتش اقول لكم الاختصار ده على طول من اولها يعني عشان واحد يشوفها واحده بواحده احسن. تعالوا نمسح البوليتس الزياده دي، وبيني وبينكم انا مش محتاجها اصلا عادي، خلاص عندي بريفاب ليها اهو، حطها في اي وقت مفيش اي مشكله، خلاص موجوده عندي. بس اهم حاجه بس ما امسحش البريفاب. باي ذا واي يعني هي مش مهمه اول معلومه دي، بس لو خدت بالكو انا لما اجي احطها هنا، لو مسكت البولت دي وحطيتها في الهوا كده حاليها ايه، اتحطت مثلا على زد مثلا بعيد شويه، لكن لو مسكتها وحطيتها هنا في الهيراركي هتظهر في البوزيشن اللي انا مظبطه اوريدي في البريفاب. ان شاء الله مظبطه عند القيم دي، حاليا نفس القيم اللي متظبطه في البريفيو. يعني المعلومه دي مش مهمه بس على ماشي. طيب دلوقتي انا جهزت كل اللي محتاجه صح، عندي الاسترويد اتفضل مظبوط، تعال نخليها زد زيرو ونظبطها من البريفاب منه فيها. وعموما انت ممكن تغير البوزيشن بتاع اي حاجه بالكود في اثناء اللعبه، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي ظبطت كل حاجه، ناقص بقى ايه؟ احط بقى البيهيفير، احط بقى الفيزياء بتاعتي والكلام ده كله صح. طيب تعالوا نتعامل مع الطياره دي. الطياره دي انا اي اوبجكت عندي في الدنيا يعني لو هعمل لعبه فيها واحد بيتنطط وبيتحرك وبيعمل، محتاج عليه فيزياء. احنا قلنا ان في اليونتي فيزيكال انجن، انا لحد دلوقتي ما قربتلوش. علشان استخدم الفيزيكال انجن عشان اقول ان الاوبجكت ده يعني هو بطبيعه الحال ما ينفعش كل حاجه في اللعبه يكون بيطبق عليها فيزياء. ليه؟ لان هو كل فريم هيحسب الفيزياء دي، وكل ده هيفي بيرفورمانس على اللعبه. انا عندي لعبه مثلا ماشي في اللعبه ماشي في طياره طايره في السماء، لو انا قلت الطياره دي جنبي طبعا فيها فيزياء وكده كده ملهاش كده كده ملهاش يعني دور يعني محتاج فيزياء عليها، يبقى كده بعمل هافي بيرفورمانس. عشان كده الاوبجكت اللي انا هعمل هقول ان هو ده بيطبق عليه فيزياء هو بس الوحيد اللي هيطبق عليه فيزياء. اعملها ازاي؟ باني اعمل حاجه اسمها اد كومبوننت. عندي هنا في الانسبكتور فيو في حاجه اسمها اد كومبوننت، واختار من فيزيكس حاجه اسمها ريجيد بودي.